كان معكم نحس الوضعية يا من مدينة قلمة، والهواية تاعي هي ألعاب الخفة والخدع البصري. اكتشفت الموهبة تاعي هذه في تقدر نقول حوالي 2009، بديت نمارس في خدع بسيطة مع صحابي ومع الناس اللي قريت معاهم باستخدام بياسة ولا كارت هكا. ومن بعد بديت يدي خفيفة وبديت عندي قدرة على تعلم زراعة، ومع الوقت بديت نتعرف مع جمعيات ونشارك معهم في أنشطة خفيفة. تعرفت على دي ماجيسيان من الجزائر وبداو يعلموني شوية، وبشوي بشوية طورت روحي وليت. وبعد مرور سنوات في هذا الهواية قاعد نمارس فيها احتكيت بجمعيات بزاف، وليت محترف في هذا المجال. يعني وليت خدمتي وليت نخدم بها، خدمت كيما نقولوا في المدارس، في الروضات، في دور الثقافة، دور الشباب، درت أعياد ميلاد بزاف، والحمد لله الناس بزاف عجبتهم الهواية هذه والناس كاملة تشكر فيها والحمد لله. خفة اليد هي حركات يقوم بها لاعب الخفة باستخدام أشياء بسيطة مثل العملة أو سيجارة أو بطاقات، يعتمد بها على خفة اليد وعلى زاوية رؤية المشاهد، وكل هذا لكي يكسر المنطق بحيث يخيل المشاهد أن الشيء يختفي أو يتغير حجمه. وكي نقولوا لاعب خفة يعني مش أي واحد راح يتعلم كل ضربة واحدة، لأنه لاعب خفة فيها اختصاصات وأنواع بزاف، كما الكرة فيها كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد و لاعب خفة وش فيها؟ فيها كلوز أب اللي هما الحوايج الصغيرة دما كما القياسة كما السيجار. كلوز أب معناها حاجة عن قرب، حاجة تقدر تحكمها براحة اليد. وكاين ستيج ماجيك، ستيج هما الحوايج اللي يخدموا في المسرح، على المسرح، كما الحمام، كما الفولار، كما العصي. عندك قراءة الأفكار هي واحد ما يقدر يتنبأ بالمستقبل، لكن احنا كنائبي الخفة نستعملوا حيل النفسية باه نعرفوا كي الإنسان وش يتوقع. هذه يسموها مونتاليزم اللي هي قراءة الأفكار. كاين بزاف من الناس يقول لك بلي لاعب الخفة يتعامل مع الجن أو يستعمل السحر أو الشعوذة، المحرمات هذيك. وهي ألعاب الخفة قبل الناس كي كانت ما عندهاش معلومات عليها، ما كانش مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا يمنوا بلي كي ما يفهموش ولا تجيهم حاجة غير منطقية يقول لك أو يستعمل الجن ولا دركا، ولا كلش مكشوف في اليوتيوب، أو حتى حاجة مش مكشوفة في اليوتيوب نحوسوا نتعلموها، نروحوا نشريوا كتاب تاعها أو دي في دي، أو نروحوا للماجيسيان باش يعلمنا الحركة هذيك. يعني ألعاب الخفة ما عندها حتى علاقة بالسحر أو الشعوذة أو بعالم الجن. من بين المشاركة تاعي أيضا شاركت في مهرجان ألعاب الخفة بولاية شلت، وشاركت في مهرجان أيضا في البويرة وبعض الولايات أخرى. وشاركت سنة 2022 في موسم السادس لحصة الأطفال عمو يزيد. ولأي واحد يحوس يتعلم ألعاب الخفة من أمر شوية ولا بسيط على السنوات اللي فاتوا، لأنه كان قنوات بزاف على اليوتيوب يكشفوا ألعاب الخفة. لكن حاجة واحدة، لاعب خفة ما تحوس تعلم كلش ضربة واحدة، لازم تخير مجال إما البطاقات أو البياس أو خدع المسرح، وتعلم من الأساسيات للخدع، مش تروح تعلمني الخدع من بعد تنسى الأساسيات تاع الخدع أو شيء. والتمرين، التمرين اليومي مستمر، بلا تمرين راح تفقد المرونة تاع يديك. وبالتوفيق إن شاء الله للجميع.